إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عندي هنا أكاديا 2012، الرجال يقول تعب من ناحية التبريد والمكيف، كلما عبى فريون ما يبرد، دائما على حار. طبعا الرجال برضه هو ملغي ليات الحار، فأساسا ما يكون في حار ولكنه ما في تبريد. على العموم الرجال يقول أنه يعبي فريون بس بدون يروح الفريون. أنا ما أدري عن الفريون وعن ضغط الفريون، لكن للأسف أنا في حصة كمبيوتر البارح طلع أنه فيه المشكلة في الكنترول حق التحويل من الحار للبارد، وهذا له دور في التبريد، لأن إذا البوابة أو الهواية قفلت حق التحويل ما راح يبرد معه. فطلع لي له الكود البي 377 له كنترول 9 والبي 372 اللي هو كنترول 10، كله حق التحكم البوابة من البارد للحار. فكنت أفحص كمبيوتر وأمسح بالأكواد ما يروح، رفض يروح الأكواد. فوالله كنت على ولاوي ناوي أنه أدخل على نفس الكنترول أحولها يدويا وأريح راسي، بس جاني فضول أفصل الأصابع البطارية. طبعا فصلت بس على الموجب اللي هنا، طبعا البطارية مين، البطارية في الخلف أو تحت المراتب لأنه دفع أمامي. فصلت بس الموجب اللي عند الفيوزات اللي هو القاطع الرئيسي وركبته مرة ثانية، رحت على الكنترول حق المكيف حذفت الأكواد، أنا حذف معنا. فهذا معناته أنه بس كان تحتاج إلى إعادة ضبط أو إعادة برمجة عن طريق الجهاز، ما ضبط لكن ضبط معنا عن طريق فصل أصابع البطارية. بأخذ فيها مشوار الآن بشوف التبريد، مع أنه الآن التبريد صار ملحوظ، وبرضه بشوف